باش نجيب البقبول. شنو شنو دقدقون؟ الله لا يورينا الدقدقان يا اختي. الشجر المالك يا زولا في شنو دقدقونا وخربطونا ودقدقونا وما عارف شنو شردونا. انت شنو يا فنانه يا مالكي مالك؟ انا بحبك شديد على فكره، والله بحبك شديد. انا اخوتك من اريتريا مارغريتا سيران سربنان. اي واحد يعرفني قولي مارغريتا سيران سربنان ميد ان اريتريا، حكتب لي في جوجل. جوجل ولا جيجل كل واحد. شردونا ودقدقونا يا الناس كلها ساعدت اسمه ايه ده بلدكم. هي دي 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 اظن دي هي مرساني نضاره يا اختي الغرب. الله عليك الحركات، الحركات جميله على فكره. ليه يعني ما فيش حد مستفيد؟ لكن انت في واحده غلط، دي الشكر لازم تعمليه لكل البلاد اللي فيها ناس اريتريا. احنا من اريتريا نحب السودانيين والشعب السوداني كله. سمعتي يا فنانة عشا الجبل؟ والناس اللي قاعدة تشتموا ما تشتموا، خلوا اعملوا الادب. سجمي ده شنو كل علي ده يعني المفروض ما تبدي انت. انت المفروض يعني تشكر الناس كلها. ايوه الناس كلها يعني التشادي والاريتريين والاثيوبيين والمصريين كلهم ساعدوا. الناس بتحب السودانيين، الشعب السوداني احلى من اطيب الشعوب يا شقلب. على فكره انت نيتك سامي انا عارفه والله العظيم. امبارح ندى القلعه الفنانه ندى القلعه كان بتديك نصايح حلوه على فكره. دي الصاروخ بتاعكم ده ندى القلعه دي فين؟ ما انت نيتك عايزه تتكلم على اسمه ايه ده؟ ثواني ثواني، انا في السياسه ما بعرفش اي حاجه والله العظيم. المفروض انت مالك تقول السيسي وميسي وحاجات زي كده؟ المفروض تجمعينا كلنا الشعوب يعني اللي بيتمنوا الخير للشعب السودان. المفروض تقولي لكلهم تشكري لكلهم او تخلي. ما يعني مش معقول يعني تقولي واحد بلد مثلا هم الدنيا عارفين وهي طيبين وشعوبها طيبين وفي وحشين وفي طيبين. المفروض ما تقولي كده يعني عشان جبل. انا بحبك على فكره بموت فيكي.